جنازة جماهيرية مهيبة وحاشدة شيع الآلاف من أهالي محافظة الخليل ومدينة حلحول جثمان الشهيد حمزة زماعرة 19 عاما في مسقط رأسه بعد إلقاء النظرة الأخيرة عليه من قبل ذويه ومحبيه. حمزة ليس فقط هو ولدي، هو ابن فلسطين. حمزة استشهد دفاعا عن ثرى فلسطين، حمزة استشهد دفاعا عن الأقصى وعن المصرى وعن الأسرى. الحمد لله رب العالمين. احتسب عند الله شهيد، إن شاء الله ربنا يتقبله مع الأنبياء والشهداء والصالحين. وبحيي كل اللي أجي يزفوا ابني بهذا اليوم بعرسه، وابني فدا الوطن، فدا فلسطين، فدا الدين الإسلامي، فدا كل فلسطين. مشاعر الغضب بدت واضحة على وجوه المشيعين الذين أكدوا أن الشهداء هم الذين يوقدون شعلة التحرر من قيود الاحتلال وغطرسته، ومن جانب آخر عم الإضراب الشامل جميع مناحي الحياة في حلحول حدادا على روح الشهيد، فيما اندلعت المواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال عقب التشييع. اليوم ودعت جماهير حلحول وحركة فتح شهيدها البطل حمزة الزماعرة في مسيرة جماهيرية يعني حاشدة عبرت عن حجم الوفاء لهذا الشهيد. حقيقة يعني الأيام القادمة سيستمر برنامج الفعل النضالي والمقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي. الشهيد زماعرة والذي ارتقى قبل 10 أيام على مدخل مستوطنة كرميت سور المقامة على أراضي المواطنين شمال الخليل، أطلق عليه جنود الاحتلال النار بحجة محاولته طعن أحد المستوطنين وترك ينزف حتى استشهد، واحتجز في ثلاجات الاحتلال، وها هو اليوم يزف إلى مثواه الأخير في جنازة تليق بالشهداء. شهيد آخر يودعه أبناء شعبنا في سبيل الدفاع عن قضيتنا العادلة والحفاظ على مقدساتنا في وجه السياسات الاحتلالية. من مدينة حلحول شمال الخليل، محمود فراش، تلفزيون فلسطين.